نعم، الأموات تشعر بالأحياء عندما يزوروهم، وقد أورد ابن القيم الكثير من الأدلة في ذلك، وذكر حديث جميل عن الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يقول: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. أنا يعني هذا الحديث الحقيقة عجبني، لأنه هذا معناه أنه إذا في عندك قريب أو أب أو أم ميتين وهم يعني في وحشة القبر، بإمكانك بمجرد أن تزورهم تؤانسهم وتؤانس وحشتهم. وابن القيم أيضا أورد المزيد حيث يقول أنه الأموات تصلهم أخبار أقربائهم الأحياء وهم في قبورهم، وأيضا أورد أدلة كثيرة على هذا الموضوع. ابن القيم يقول أن الأرواح تنقسم إلى قسمين: أرواح معذبة وأرواح منعمة. أما المعذبة فهي أصلا منشغلة بعذابها والعياذ بالله عن التزاور والتلاقي. أما المنعمة فهناك أرواح منعمة مرسلة، هذه تتلاقى مع بعضها البعض بعد القبور، يعني بعد الموت، وتتذاكر أمور الدنيا وما كان منهم في الدنيا. يقول ابن القيم، وبالمناسبة هذه المعلومات كلها من كتاب الروح لابن القيم، وهو كتاب جميل ونفيس في هذا الموضوع، أن الأموات والأحياء يلتقوا في المنام، ويضرب أيضا أدلة وأمثلة كثيرة، ويذكر قصة جميلة حدثت بين عوف بن مالك وصاحبه الصعب بن جثامة، وكان صديقين متآخيين في الله، وتعاهدا اتفقا أنه اللي يموت فيهم أول إن استطاع أن يأتي للثاني في المنام فليفعل. وهذا الاتفاق وارد كثير بين كثير من الصالحين من السلف الصالح. فالمهم مات الصعب قبل عوف، وجاءه في المنام، فقال عوف للصعب بن جثامة: ما حل بك يا أخي؟ فقال: غفر الله لي والحمد لله. فرأى عوف في رقبة جثامة في المنام بقعة سوداء، فقال: ما هذه؟ فقال: هي 10 دنانير استلفتها من فلان اليهودي، وستجد المبلغ في جعبة أو في كيس في منزلي في المكان الفلاني. واعلم يا أخي، يعني جثامة يحكي أخيه عوف في المنام، أنه لم يحدث في أهلي شيء إلا وجاءني خبره، حتى أن هرة لنا ماتت منذ أيام. فاستيقظ عوف بن مالك من المنام متعجبا، فذهب إلى أهل بيت صديقه ليتأكد من الأخبار. ذهب إلى البيت وفعلا وجد الكيس فيه 10 دنانير في المكان الذي ذكره له صعب. ثم ذهب إلى اليهودي وقال له: أكان لك دين على صعب؟ فقال: نعم، فقد سلفته 10 دنانير. فأعطاه 10 دنانير، وهو في باله قال: فهذه واحدة، يعني هذا أول أمر تحقق مما قاله في الحلم. ثم رجع إلى أهل جثامة وقال لهم: هل حدث فيكم شيء؟ يعني هل في شيء حصل لكم منذ أيام؟ قالوا: نعم، هرة كانت عندنا فماتت. فتعجب عوف بن مالك من يعني صحة ودقة الأخبار التي أخبره إياها صعب ابن جثامة صديقه مع أنه مات. ابن القيم أيضا له تفصيل جميل في هذا الموضوع، واسمعوا إخواني لأنه كلام جميل. أي عمل صالح، أي عبادة يمكن لك أن تهديها إلى روح شخص ميت في قبره. فيذكر ابن القيم أن الصلاة والصوم والحج والعمرة وقراءة القرآن والصدقات كلها أمور يمكن أن تقوم بها بنية إهدائها إلى روح ميت بعينه في قبره، طبعا باستثناء الفروض، يعني ممكن الآن أن تقوم تصلي 2 ركعة سنة بنية إهدائها إلى روح فلان، وهذا أمر جميل وفيه إكرام من الله سبحانه وتعالى، وفيه تسرية وإفراح وإيناس لأهل القبور. فإذا فعلنا ذلك مع أقربائنا اليوم، هيأ الله لنا بإذن الله عند موتنا أقرباء أيضا يتصدق علينا ونحن في قبورنا.